التقى أيضا السيد الرئيس بمحمد إيهاب وهو أحد شباب البرنامج الرئاسي وأحد مؤسسي شركة رابط المتخصصة في الدراجات الكهربائية. كما أكد أيضا السيد الرئيس دعمه لمحمد إيهاب في هذا المشروع. طبعا أنتم شايفين الصورة، أولا الصورة لما بيبقى فيها الشباب والريس دايما بتلاقي السيد الرئيس بيبقى سعيد ومبتسم، لأنه عارف أنهم من يحملون لواء الحياة والمستقبل بإذن الله هم الشباب. خلونا يعني كده نروح ونشوف مع أحد شباب البرنامج الرئاسي محمد إيهاب عضو اللجنة المنظمة لقمة المناخ وطبعا مشروع رابط وهو مؤسس هذه الشركة. مساء الخير يا محمد. مساء الخير يا فندم، أهلا بحضرتك جدا. أولا كلمني عن لقاء سيد الرئيس بيكم النهاردة، وطبعا هو دايما متابع معاكم وأنا شايفة أنه هو كان سعيد جدا لهذا المشروع. يا فندم، يعني هي دي مش اول مره نلتقي بسيادته. احنا شرفنا بدعم سيادته من اول 2019 في مؤتمر افريقيا للشركات الناشئه. تمام. حتى ساعتها كان خاص بالذكر ان احنا نبدا نشتغل بالدراجات الكهربائيه زياده على الاسكوتات الكهربائيه، وكانت الدفع الاكبر لينا بقى لما قابلنا سيادته في منتدى الشباب اللي فات، وكانت رئاسه اختارتنا ان احنا نمثل شركات الناشئه في منتدى الشباب في نسخته الاخيره في شهر 21/22. وزي ما حضرتك شفتي النهارده كمان كانت انا شايفاك على الشاشه كمان يا محمد وانت بتتحدث مع السيد الرئيس والمشروع، يعني اتفضل. بالظبط، والنهارده بقى كانت دفعه كبيره من سيادته بكلمات دعم وتحفيز لينا لمشروعنا شركه رابط موبيليتي. فاحب برضه اوضح لحضرتك وللمشاهدين احنا بنشتغل في ايه بالظبط. فشركة رابط موبيليتي هي شركة مصرية بنحاول نحل جزء من شبكة المواصلات، وبالأخص الجزء الخاص بالمشاوير القصيرة اللي هي تحت 8 كيلو. المشاوير اللي تحت 8 كيلو بتمثل 70% من المشاوير في مصر. طبعا بالذات في القاهرة. بالذات في القاهرة يعني المزدحمة بكل شيء، يعني صحيح. بالظبط. فبسبب الازدحام فاحنا بنحل المشكلة دي عن طريق استخدام السكوترات والعجل الكهربائي، بيبقى موجود على أبلكيشن. بيبقى العميل عارف لوكيشن كل سكوتر او عجله على بعد قد ايه، بيشوف اقرب سكوتر او عجله ليه، بيسكان كي ار كود، فبيقدر من خلال الابلكيشن بعد كده يستخدم السكوتر او عجله يروح لوجهته، ان كان مثلا رايح من البيت للشغل، ان كان مشواره عامل ايه، وبس، وبينهي رحله اول ما بيوصل لوجهته من خلال الابلكيشن. تمام. وهو بيروح من مكان ويقدر يسيبه في مكان تاني. طيب، واحنا بنشوف هذا المشهد البديع ايضا تفقد السيد الرئيس وجوله والماراثون الدرجات، عايزه اسالك المشروع هيبقى بدايته فين؟ هل هيبقى في القاهره في اماكن متفرقه ولا هيبقى كمان في عدد من المحافظات بعد كده؟ احنا فعلا بدانا بالقاهره، وكانت البدايه في وقت منتدى الشباب اللي فات. بعد دعم سيادته بدانا نتوسع بناء على تعليماته، وساعتها كنا شغالين في القاهره بس. حاليا انا بكلم حضرتك واحنا شغالين في 7 محافظات، القاهره، الجيزه، طنطا، والمنصوره، واسكندريه، وبورسعيد، وحاليا احنا في شرم الشيخ. تمام. احنا عاوزين بقى صور يا محمد تبعتها لنا في التاسعه مع بدايه استعمال الناس وحركه الدراجات الكهربائيه وبدايه هذه المشروعات اللي هتغير شكل القاهره وهتساعد الشباب بالذات، هم الاكثر اقبالا اعتقد، هتبقى فرصه هايله جدا بالنسبه لهم. اكيد طبعا يا فندم، وهحب اقول لحضرتك ان احنا حاليا السنه هتكون خلصت على اكثر من 500,000 رحله واكثر من 300,000 عميل. النص مليون رحله دول احنا بنوفر منهم 65% كانت هتبقى رحلات عربيه، بمعنى ان احنا هنكون وفرنا اكثر من 300,000 عربيه بس السنه دي كانت هتتعمل، والناس استخدمت رابط او الاسكوتات الكهربائيه والدراجات بديلا للعربيات. وطبعا ده بما اننا بنتكلم على تغير المناخ فده أثر بشكل كبير جدا طبعا على الانبعاثات الكربونية اللي كانت هتطلع من رحلات العربيات دي، واحنا موفرين لحد دلوقتي أكتر من 50,000 كيلوغرام من ثاني أكسيد الكربون أو الانبعاثات الكربونية بشكل عام. تمام. ده رائع ان احنا بدأنا نحسب كل حاجة بالكربون، يعني بدأنا يبقى عندنا دراجات صديقة للبيئة والحياة تبقى كلها صديقة للبيئة. يعني الصورة بتتكلم وحماس السيد الرئيس وحماس المصريين كلهم انه دايما يبقى في مشروعات مش بس للشباب ولكن للعالم كله. انا اعتقد انه حتى هيكون عندك اقبال من السائحين لما يبقوا موجودين، لان هذه المشروعات موجودة في عدد كبير من دول العالم وبتمثل الحقيقة برضو بتبقى مهمة خاصة في مناطق العواصم والازدحام. يعني بالظبط طبعا، هو ده حتى كانت توجهات سيادته النهارده ان احنا نركز في
نقطتين اساسيين، ان هو نقطه الصناعه بما اننا بنصنع اكتر من 80% من قطع الغيار اللي كنا بنستوردها قبل كده، تمام. والنقطه الثانيه هو توسعاتنا سواء في مصر ان احنا نملك محافظات مصر كلها، والنقطه الثانيه ان احنا نتوسع كمان خارج مصر بالاخص في شمال افريقيا والقاره الافريقيه بشكل عام. أكيد. أنا بشكرك جدا محمد إيهاب، أحد شباب البرنامج الرئاسي، عضو اللجنة المنظمة لقمة المناخ، وطبعا مشروع رابط زي ما أنتوا شفتوا معانا. مشاريع الحقيقة كانت مبهرة، يعني طول وقت يعني قمة المناخ في مبادرات جميلة، في مشروعات قدموها الشباب المصريين، ويعني كل من زار الحقيقة شرم الشيخ سواء في المناطق المختلفة الحقيقة اتكلم وقال، وحتى ناس كتير علقت على تويتر وعلى انستجرام على ما يحدث في مصر من مبادرات، وفي كده حالة من النشاط المناخي الخاصة بالقمة.